فكر معين وذيك فكر اخر. الشارع كان مملوء بالزيتوني بالثمانينات، يمكن جيل الشباب ما يذكرون هذا الشيء، بس بزمن الملك الشارع كان مليان بالبدلات الانيقه الاجنبيه اللي لابسيها الرجال، وبالبدلات الجميله الانيقه اللي لابسيها النساء. كانت الاناقه والنظافه ديدن المجتمع، بس بالثمانينات بدل الامور، صار كل واحد كل مكان يحكي عن ما يصادفه بالجبهه ويحكي عن ما يصادفه بالحرب. وكل اجازه كنا نروح للفواتح مال اللي يجون ملففين بالصندوق. عشنا هذه الفتره وكان انعكاساتها مخيفه على الثقافه العراقيه، لانه اي واحد رفض الاشتراك بالدعايه والاعلان للحرب وللضروره، القائد الضروره، كان يلقى مصير مجهول. هذه واحده من النماذج اللي كانت منتشره جدا، احد اعمال الفنان علاء بشير، والعمل الاخر للفنان ابراهيم العبدلي. ما زالت الخرافه متحكمه، طاسه المي اللي تنشم وراء الجندي، كلنا امهاتنا شمرت ورانا طاسه مي، وثلاث ارباعنا المي ما طلع النتيجه لان الصناديق كرست الدنيا. عموما هي تنقل تحفر في الثقافه الشعبيه العراقيه، تحفر بالموروث وتحفر بالاسطوره. وهذا العمل لعلاء بشير عن جندي ميت ومندثر في حفرته في خندق ايضا.